هي آخر التحذيرات قبل الانطلاق. فريق أمن الطرقات يستعد للقيام بدوريته المعتادة قبل الإفطار. المناورات الخطيرة والإفراط في السرعة، بما أننا رانا قريب موعد الإفطار راح تكون هذه السلوكات راح تكون كثيرة. من المهام تاعنا أنه نوقفوا هذو الممارسين هذه السلوكات ونتخذوا معهم إجراءات. وهو وقت الذروة الذي تكثر فيه الحوادث. 7 مساء، الطريق غير مكتظة، لكن انفعال السائقين ترجمته السرعة المفرطة، وفريق أمن الطرقات يراقب للتدخل وقت الحاجة. المخالفة اللي ارتكبها سي جعفر هي المخالفة تاع المناورات الخطيرة، القيام بتغيير في الاتجاهات دون استعمال الإشارة هذه أولا، ثانيا دون أخذ الاحتياطات أثناء عملية التجاوز، وكذلك عنده عدم ترك المسافة الأمنية التي تعتبر مهمة جدا. تجاوزات، مناورات خطيرة، وقت التدخل لا يقبل البعض النصيحة، والحجة أن وقت الإفطار داهمهم، فيما يقبلها آخرون بصدر رحب. تحمل المسؤولية تاعي كي كنت نجري جاسيمتو كاع لي مخالفة لهم راح نديروها جاسيم. في الأسبوع الأول من شهر رمضان الممتد من 13 أفريل إلى غاية 19 أفريل سجلت المديرية العامة للأمن الوطني 283 حادث مرور، إضافة إلى 363 جريح. كانت عدد الوفيات تقدر ب 9 وفيات. لا تقتصر المناورات والسرعة الفائقة على وقت ما قبل الإفطار، بل تستمر إلى بعد ذلك. وهنا تشدد الرقابة أكثر، والعقوبة جزاء كل مخالف. نقول وقت الإفطار راهو ديباسا وقت الإفطار. ثم احنا رانا دوكا في طريق سريع، سي عبد وقفناك خصيصاً باش نتكلموا معاك. باش نقدموا لك النصيحة باش نوعوك بإذن الله نورمال نلحقوا 10 دقائق الوطار، ولا كاين اللي يتسنى فيه العائلة تاعو، كاين اللي يتسنى فيه مرته وولادو. حاجة مليحة لينا ولا للشعب كل جزائري لو يشوف هذه طريق وتؤدي. كاين بزاف الناس اللي يموتوا وانا نشوفه في الانترنت وفي الاخر، واحد يمشي بعقله. منذ بداية شهر رمضان تسهر فرق الأمن الوطني على سلامة السائقين بتنظيم حملات لزيادة الوعي بمخاطر السرعة المفرطة في الطرقات. نظمت مصالح أمن ولاية الجزائر حملة تحسيسية وتوعوية حول السلامة المرورية لفائدة سواق مختلف المركبات، حيث تم تحسيس المواطنين بضرورة التقيد بقواعد السياقة السليمة مع تجنب السياقة في حالة الشعور بالإرهاق والتعب، كذلك تجنب السياقة والإفراط في السرعة. زيادة المخالفات وعدد حوادث المرور ترتفع خصوصا في الشهر الفضيل، ورغم الحملات التحسيسية يبقى ضمير ووعي السائق بالمخاطر التي قد يلحقها بنفسه وغيره مفتاح سلامة الجميع.